Syria, I want to give the floor now to the representative of the Syrian Arab Republic. Ambassador, you have the floor. Shukran, Sayyidi Rais. Do you hear me? We can hear you very well. Very well. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much. شكرا سيدي الرئيس. من المؤسف أن يختتم الزميل الألماني عضوية بلاده غير الدائمة في المجلس بالإصرار على التحدث بلغة غير دبلوماسية وغير مهذبة ومستهجنة، فهو كالعادة اتسمت مداخلته بالجهل والكذب والتهجم الرخيص على بلادي. وبصراحة يبدو أن حالته النفسية غير قابلة للعلاج، فهو لم يتعلم شيئا من تجربة العمل الغنية في مجلس الأمن، ولذلك لن أرد عليه ولن أرد على تخرصاته وهذيانه المعروف لكم جميعا. سيد الرئيس، يجدد وفد بلادي الإعراب عن شكره وتقديره لإدارتكم الناجحة والمميزة لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، وأتمنى لكم أعياد سعيدة ونهاية عام حافلة بالسعادة. وحيث أن هذه الجلسة ستكون الأخيرة لعدد من الدول غير الدائمة العضوية التي ستغادر هذا المجلس بعد أيام، وحيث أن بياني هذا قد يكون أيضاً الأخير حول الشأن السياسي والإنساني قبل التحاقي بمهمة الجديدة كنائب لوزير الخارجية والمغتربين في بلادي، فإنني أود أن أتناول الدور الذي قام به مجلسكم هذا خلال السنوات الماضية ومنذ أن زجت به بعض الحكومات الغربية والعربية وأقحمته في التعامل مع الوضع في بلادي ومحاولة تكرار سيناريوهات كارثية تم تطبيقها في دول أخرى تحت عناوين ومصطلحات خادعة أثبتت الأحداث مدى تأثيرها المدمر. مع اقتراب نهاية العام وأطلالة الأعياد السعيدة، فإن الدولة والشعب في سوريا كانا يتمنيان فعلا أن نسمع اليوم قراءة سياسية ودبلوماسية أكثر نضجا من الزملاء الغربيين في المجلس. فبعد 10 أعوام من اعتماد لغة خشبية في جلسات مجلس الأمن حول الوضعين السياسي والإنساني في بلادي سوريا وحول الملف الكيماوي أيضا كما استمعنا اليوم، ربما حان الوقت للاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السياسات الغربية، ليس بحق سوريا فقط وإنما بحق كامل منطقتنا، وهي أخطاء مسؤولة مباشرة عن الكثير من سفك الدماء والكثير من الآلام والإحباط والظلم والإرهاب. السيد الرئيس، السياسة يجب أن تكون علما خاضعا للتقييم من حين لآخر، وليس مغامرات دون كيشوتية عبثية لمحاربة طواحين الهواء جلسة بعد جلسة. لقد قال الكاتب الروسي الكبير ماكسيم غوركي وأقتبس: عندما يكون العمل متعة تكون الحياة مبهجة، وأما إذا كان العمل واجبا فإن العمل يصبح عبودية. انتهى الاقتباس. هذا الكلام ينطبق على السفير الألماني قبل غيره. السيد الرئيس، إن مجلس الأمن ليس بالجديد علينا، فنحن نعرفه جيدا وندرك آليات عمله ومجريات الأمور فيه، ونحن لسنا بواهمين ولا ممن يتخيلون أن هذا المجلس هو جزء من مدينة أفلاطون الفاضلة. فسوريا عضو مؤسس للأمم المتحدة وكانت من بين الدول 50
التي وقعت على الميثاق المنشئ لمنظمة في مؤتمر سان فرانسيسكو. وبلادي شغلت مقعدا غير دائم في هذا المجلس 4 مرات. وتدرك تماما منظمة في مؤتمر سان فرانسيسكو. وبلادي شغلت مقعدا غير دائم في هذا المجلس 4 مرات. وتدرك تماما حقيقة الأمور. كما أن بلادي عايشت على مدى عقود طويلة إخفاقات لمجلس الأمن في التعامل مع الكثير من المسائل المهددة للسلم والأمن الدوليين في منطقتنا والعالم، وفي مقدمتها تلك المسائل المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وحروب البلقان وتقسيم يوغوسلافيا ومذابح رواندا، والقضايا الأفريقية، والغزو الأمريكي البريطاني للعراق، وتدمير حلف الناتو لليبيا، وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره. كم هو الفارق كبير بين ألمانيا عندما كانت في مجلس الأمن خلال الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، وألمانيا اليوم في مجلس الأمن عند مناقشة الملف السوري. كم هو الفارق كبير؟ لهذه الأسباب عرضت بلادي منذ بدايات ما اصطلح على تسميته بالأزمة السورية محاولات بعض الحكومات الغربية وأدواتها في منطقتنا لتدويل الأزمة، ومحاولات توظيف مجلس الأمن المستميتة لاستعداء الدولة السورية والتشهير بها، وخلق مبررات التدخل والعدوان الخارجية. وبطبيعة الحال يدرك الجميع أننا بذلنا جهودا حثيثة لحل الأزمة وتسويتها ضمن البيت الداخلي، إعمالا للقرار 2254 الذي تجاهله سفراء المجموعة الغربية اليوم، بيد أن ذلك لم يرضي أهواء حكومات الدول المعادية لبلادي التي فبركت في مخابر دولها العميقة ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، ووجدت فيه ضالتها المنشودة لزعزعة استقرار وأمن سوريا وتقويض منجزاتها الحضارية والتنموية والنيل من خياراتها الوطنية. فعملت حكومات تلك الدول على دعم الإرهاب وتجنيد وتمويل وتسليح الإرهابيين العابرين للحدود، وشن أعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى، وشكلت تحالفات لا شرعية خارج مظلة الأمم المتحدة، ومارست أعمال القتل والاحتلال والتدمير والتهجير ونهب الآثار والنفط والغاز والمحاصيل الزراعية وسرقة مقدرات الدولة السورية وأملاك السوريين، وبقية القصة أضحت معروفة للجميع. السيد الرئيس، لقد أدليت خلال سنوات الأزمة 10 وخلال سنوات عملي 14 كمندوب دائم لبلادي في نيويورك بحوالي 1000 بيان ومداخلة أمام مختلف هيئات واجتماعات وفعاليات الأمم المتحدة، وحرصنا في هذه البيانات والمداخلات على التنبيه لما تشهده الساحة الدولية من تجاوزات للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومحاولات تكريس شريعة الغاب وتغليب لقانون القوة على مبدأ قوة القانون. ومع شروع مجلسكم هذا في مناقشة الوضع في بلادي قبل 9 سنوات، طالبنا بإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق واحترام سيادة بلادي ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهود الحل القائم على الحوار الوطني السوري السوري والمصالحات المحلية والتطبيق الحازم والجاد لصكوك مكافحة الإرهاب ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها في هذا المجال. إلا أن البعض كما تعلمون وكما لاحظتم اليوم أيضا شحن أدواته السياسية والاقتصادية والإعلامية للترويج لمزاعمه والتغطية على جرائمه وتلفيق الاتهامات والتعتيم على دعواتنا ومطالباتنا. والجميع يذكر أن تصريحات البعض في مجلس الأمن أنكرت على مدى سنوات وجود إرهاب عابر للحدود في سوريا، لا بل إن البعض ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فأنكر وجود إرهاب داعش في بلادي، وأطلق على الإرهابيين الأجانب مصطلح
وقح وقليل الأدب هو معارضة سورية مسلحة معتدلة. واليوم وبعد ما يقارب 10 سنوات على تدخل مجلسكم لمناقشة الوضع في بلادي، نجد احتلالا أمريكيا لمناطق في شمال شرق بلادي وفي الجنوب الشرقي، وهو احتلال استمعتم للتو إلى السفيرة الأمريكية وهي تطلب منكم ومن الحكومة السورية وحليفها الروسي أن نرفع حصارنا المفروض على المنطقة التي تحتلها أمريكا من بلادي في منطقة التنف. تخيلوا هذا العبث وهذا المنطق الذي لا يستقيم مع العقل السليم. نجد احتلالا أمريكيا لمناطق في شمال شرق بلادي ودعما منه لكيانات إرهابية وميليشيات انفصالية وهيئات إدارية لا شرعية، كما نجد احتلالا أمريكيا لمنطقة التنف ومخيم الركبان بالقرب من الحدود ما بين سوريا والأردن والعراق، ودعم من القوات الأمريكية لتنظيمي داعش ومغاوير الثورة الإرهابيين وغيرهما هناك. وفي الشمال الغربي نجد احتلالا تركيا ودعما من النظام التركي الواهم بإحياء السلطنة العثمانية للإرهاب وتجنيدا للمرتزقة والإتجار في أسواق الحروب الدولية، كما نشهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال التتريك والقتل والتهجير والتغيير الديمغرافي والنهب وسرقة وحرق المحاصيل الزراعية والحرمان من مياه الشرب التي يرتكبها النظام التركي وأدواته لحق سوريا والسوريين. وهنا أتوقف أمام معاناة مليون مواطن سوري من أهلنا في الحسكة الذين يعانون للمرة 17 من استخدام نظام أردوغان للمياه كسلاح حرب وقطعه لإمدادات المياه من محطة علوك لحوالي 20 يوما. فالمحطة متوقفة منذ تاريخ 30 نوفمبر 2020، وهو ما يتسبب بمعاناة إنسانية هائلة. سبق لمعالي الأمين العام أنطونيو غوتيريش مشكورا بذل جهوده الحميدة للتخفيف منها قبل ما يقارب الشهرين كما تعرفون. نضيف إلى ذلك قيام نظام أردوغان ومرتزقته بتفكيك وسرقة أعمدة الكهرباء في عدد من قرى ومحافظة الحسكة ونقلها إلى مستودعات تابعة للاحتلال التركي تمهيدا لبيعها لسماسرة أتراك، كما فعلوا مع 1441 معملا في حلب قاموا بتفكيكها وسرقتها إلى الداخل التركي. وبطبيعة الحال فإن دول الناتو الداعمة لإجرام أردوغان تتنكر لشعاراتها ومزاعمها الإنسانية وتصمت أمام مثل هذه الجرائم والسرقات الموصوفة. لا بل إن السفير التركي مشارك في الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن حول بلاد تركيا المتورطة في الإرهاب والتي تحتل جزءا من بلادي، تشارك في جلساتكم حول الوضع في بلاد. وكأن تركيا بريئة من كل هذه الجرائم التي نتحدث عنها. وفي الجنوب السوري يتواصل الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وتتواصل جرائم سلطات الاحتلال الممنهجة بحق أهلنا هناك، وآخرها ما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة بقرى الجولان السوري المحتل والاعتداء على أهل الجولان السوريين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لمصادرتها وإقامة مشروع لنصب التوربينات الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية فيها، علاوة على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي بلاد. وهي أمور تتم جميعها بغطاء من الإدارة الأمريكية الحالية التي تسعى للتنصل من التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ومحاولة تغيير الوضع السياسي والقانوني والجغرافي للجولان السوري بوصفه أرضا سورية محتلة ستعود إلى سوريا الأم طال الزمان أم قصر. السيد الرئيس، هنا أسأل، ماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن؟
لتمكين مجلسكم الموقر من الوفاء بالتزاماته والمهام التي أنطناها به لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأراض من بلادي. وماذا فعلت تلك الدول للتعبير عن تمسك المجلس القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها؟ وهي العبارة التي استهلت بها كافة قراراتكم ذات الصلة بالوضع في بلادي. وكم هو عدد القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية والعناصر للصحافة التي تقدمت بها وفود الدول الغربية لمجلسكم تحقيقا لهذه الغاية؟ لا شيء، صفر. المحصلة صفر. وماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكين المجلس من الاطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة والكيانات والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما التي ترتكب أبشع أشكال الجرائم في بلادي وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتنهب ممتلكاتهم وموارد رزقهم وحتى المساعدات الإنسانية التي نوصلها لهم؟ وماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء لإعلاء قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومساءلة حكومات الدول المعروفة الراعية للإرهاب؟ وماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لضمان تحرك المجلس لمنع الإرهابيين من استخدام الأسلحة الكيميائية وتلفيق المسرحيات واتهام الحكومة السورية؟ لا شيء، صفر. المحصلة صفر. اللهم باستثناء إبقاء الملف مفتوحا لممارسة الابتزاز السياسي بحق الدولة السورية. أوروبا صدرت لنا أيها السادة 14,000 إرهابي من كل الدول الأوروبية. 14,000 إرهابي أصبحوا بقوة، كما يقول السفير الألماني، معارضة سورية معتدلة مسلحة. وبما أننا نتحدث عن الإرهاب، فماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكين المجلس من تحسين الوضع الإنساني وإصلاح نتائج أفعالها الضارة هي ذاتها؟ عبر التصدي لسياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي للشعوب المتمثلة بما يسمى بالتدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على بلاد سوريا وعلى دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا وإيران وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وزيمبابوي، وهي تدابير تلقي بأثارها الكارثية على المدنيين السوريين وتحرمهم من الغذاء والدواء والوقود والكهرباء وأبسط احتياجاتهم المعيشية ومستلزماتهم الطبية الأساسية، بما في ذلك الخيوط الجراحية وأجهزة الرنين المغناطيسي MRI. لا شيء، صفر. المحصلة صفر أيها السادة. اللهم باستثناء إبقاء المعاناة مستمرة لممارسة الابتزاز السياسي. إن الأمر الوحيد الذي فعلته وفود الدول الغربية الدائمة والمتعاقبة هو تأجيج الأزمة السورية وتعقيدها وإطالة أمدها وعرقلة الجهود الرامية لتسويتها، وهو ما فعلته أيضا بالنسبة للعديد من القضايا التي لا يزال بعضها مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن منذ عقود طويلة. السيد الرئيس، إننا حريصون على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويؤسفنا ما نشهده من عرقلة بعض الحكومات الغربية لعمل هذا المجلس وسعيها لحرفه عن ولايته المرسومة بموجب الميثاق، الميثاق الذي يمثل القاسم المشترك فيما بيننا والمرجعية التي نستند إليها، وتحويله إلى أداة لخدمة أجنداتها السياسية ومنصة أخرى لحلف الناتو لاستعداء دول بعينها ومحاولة استهدافها وعزلها وتشويه صورتها. لذا يجدد وفد بلادي مطالبته حكومات الدول الغربية الست الدائمة وغير الدائمة العضوية في هذا المجلس بالعدول عن هذا النهج التخريبي والحفاظ على ولاية مجلس الأمن المستندة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والكف عن محاولات تقويض الأمم المتحدة كما قوضت من قبلها عصبة الأمم. أوروبا هي التي دمرت عصبة الأمم، وأوروبا هي التي ستدمر منظمة الأمم المتحدة. ختاماً سيد الرئيس، انعقدت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية قبل أيام،
وقد قام الوفد الوطني السوري بدور إيجابي في تيسير عمل اللجنة الدستورية، وكنا نأمل من الطرف الآخر القيام بذات الدور، إلا أن هيمنة بعض القوى المعروفة عليه حالت دون تحقيق هذا الهدف، ويجري التحضير حالياً لعقد الجولة الخامسة خلال الشهر القادم، وقد شرح لكم السيد المبعوث الخاص غاير بيدرسون حيثيات اللقاء القادم، الجولة القادمة. وهنا يجدد وفد بلاد التأكيد على الملكية السورية والقيادة السورية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويشدد على أن إنجاح عمل هذه اللجنة يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها، ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها وأي محاولات من قبل بعض الحكومات لفرض جداول زمنية مصطنعة. فاللجنة الدستورية أيها السادة هي سيدة نفسها، والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله، وليس السفراء الغربيين في هذا المجلس الذين يكررون للمرة تلو الأخرى عشرات الشروط المسبقة لتنفيذ القرار 2254، وهي شروط تخل وتنهك أحكام القرار 2254 الذي يقول أن المجلس يحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن العملية السياسية هي بملكية سورية وقيادة سورية بدون تدخل خارجي. يبدو أن زملاء الغربيين على مدى 10 سنوات لم يحسنوا قراءة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن حول بلادي. شكرا سيدي الرئيس.